مساء الخير. Good evening, ladies and gentlemen. نبدأ بالعمل الأول، الطريق إلى شقلاوة.
Next piece will be A World Without Fear, عالم بلا خوف. Thank you.
الآن نقدم رحلة الأرواح. رحلة الأرواح هذا عمل كتاب في عالم نفس اسمه ميشيل نيوتن، عمل هذا الكتاب وحولته إلى عمل سيدي على سيدي بنفس الاسم Journey of Souls، وأصبحنا نختار منا القطعة الرئيسية اللي هي رحلة الأرواح من مقام الكرد، تبدأ بسولو سيتار أشرف شريف خان from Pakistan.
الآن يصادف في هذا اليوم مناسبتين تختلف على بعضها اختلاف كبير. المناسبة الأهم هي مناسبة إنسانية كبيرة. هذه هي العالم اليوم لا أقول يحتفل بل يستذكر اللاجئ، وهذا اليوم هو يوم اللاجئ العالمي.
حوالين العالم في أكثر من 70 مليون لاجئ. يعني اللي عنده سقف وأربع جدران ويأكل وجبة واحدة باليوم لازم يشكر ربنا كثير، لأنه في 70 مليون ما ملاقين هذه الوجبة ولا ملاقين هذا السقف. لذلك نعزف لكل اللاجئين بالعالم، وباسم البيس بيلدرز، فريق السلام اللي موجود هنا، اللي يتشكل من عدة دول، السياسة تفرقها والفن يجمعها، منها اليوم آي تاتش من تركيا، كارن من USA من أمريكا، كارن بلغس سيدة الفيولين، The Lady of Violin، أشرف شريف خان من باكستان، and علي قمصري from إيران، ومعنا كوتاما أيضا from Spain، والصديق حسين زهاوي اللي أيضا بذل جهود كثيرة في التنظيم من كردستان العراق، ولويس روبسكو فلامينكو جيتار from Spain، مانويل سييرا from Spain too بيس جيتار، وروبن باسي from France. كل هذا الفريق يقدم للاجئ بالعالم بكل أنحاء العالم بهذا اليوم اللي نتمنى ونسأل الله ونسأل الإنسانية أن يعيد كل لاجئ وكل نازح إلى بيته بأسرع وقت إن شاء الله. نعزف غدا أجمل. We will perform now. Tomorrow most beautiful. We hope. Thank you.
زيارتي الماضية لأربيل جولت بكل حارات القلعة، وإحنا اليوم محظوظين إنه نجلس في مكان هو أقدم مكان حسب بحوث وكالة ناسا فضائية، تقول إنه هذه النقطة اللي هي قلعة أربيل هي أقدم نقطة مأهولة بالسكان الحضر، السكان المتحضرين، وهذه 6000 عام قبل الميلاد. فهذا شيء عظيم جداً أنه إحنا اليوم في هذا المكان الخالد ووسط هذه الأنغام وهذه الأصوات. واليوم هو عيد الموسيقى، المناسبة الثانية، اليوم هو العيد الكبير للموسيقى في كل أنحاء العالم. في تاريخين لعيد الموسيقى، هذا هو التاريخ الأول منهم. فإحنا اليوم أيضاً بهذه المناسبة نعزف لأول مرة عمل ألفته في هذا المكان في قلعة أربيل، وسميته باسم قلعة أربيل.
هذا اللقاء وأقدم هدية إلى أربيل وإلى القائمين على المنتمين إلى هذه المدينة والذين يقدموا كل ما يستطيعوا لأجل أن تتألق هذه المدينة وتبقى في أعين الناس وفي أعين العالم مدينة نريدها للتسامح، نريدها لكل محمية لكل الأقليات، وأنا ضد كلمة الأقليات تماماً إلى أن نجد مصطلح آخر لأنه هذا يجرح الآخرين. كنا إذا حسبنا حساب كنا راح نكون أقليات، لكنه المواطنة اللي يجب أن تسود. أرى في أربيل وفي كردستان مثال إن شاء الله يحتذى به ويتطور ليصبح مدينة للتسامح ومدينة للمحبة ومدينة لزرع أخلاق اللاعنف. أخلاق اللاعنف هذه تدرس مثلها مثل الفيزياء والكيمياء. وأود أن أذكر اليوم أعلن لأول مرة مع جامعة جيهان
سينشأ خلال أيام قريبة قادمة مركز اللاعنف الدولي، وهذا تابع سيكون لمنظمة اللاعنف الدولية لترسخ هذه المبادئ في أربيل وفي كردستان العراق وفي المنطقة كلها إن شاء الله. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أود أن أدعو على خشبة المسرح. قبل أيام كنت في اليونسكو في باريس وتحصلت على الوثيقة الأوريجينال الرسمية لتسجيل قلعة أربيل باليونسكو، وهذه الوثيقة أقدمها إلى الصديق آكو اللي هو المدير التنفيذي لقناة روداو، يتفضل يستلمها وتبقى عندكم، هذه أمانة لأنها وثيقة استثنائية. تفضل. إذن نقدم الآن إشراق.
احنا وصلنا الى القطعة قبل الأخيرة وهي مدن النرجس Cities of Narcissus، هذه اللي هي عنوان هذا الحفل. والنرجس هذه الزهرة الاستثنائية هي تنتشر في كل ربوع كردستان العراق، ولها أغنية أيضا شهيرة في التراث أصبحت أو في الذاكرة العراقية بشكل عام الكردية أو في كل مكان. لكن الآن راح نقدم وجهة نظرنا تجاه هذه الزهرة الجميلة وتجاه هذا المناخ اللي تولد فيه هكذا أزهار. Thank you.
ميرسي. قبل ما نختم بهذا العمل أود مرة ثانية أن أشكر كل الفريق. الحقيقة في فريق كبير جدا من مؤسسة وقناة روداو عملوا طوال هذه الأيام ومن أشهر إحنا نحضر لهذا العرض. ليس سهلا أن تؤثث مكان بهذا الشكل وتحول إلى مسرح كبير، وسعيد جدا بكل هذا الحضور. إن شاء الله تكون هذه ليلة تبقى في ذاكرتكم، وأيضا الآن كثير دول في العالم تشهد معنا هذا الحفل بنفس اللحظة. لذلك شكرا لكل العاملين على هندسة الصوت وعلى الإضاءة وعلى فريق رداء وكل المصورين وكل الفريق العامل. شكرا كاكاكم على جهودك وعلى حبك لكردستان العراق وعلى انتمائك وعلى رغبتك بأنه ترفع كثيرا من شأن الثقافة في البلد، وهذا دور الإنسان المسؤول عن بلده والإنسان المسؤول المحب والمنتمي بشكل حقيقي. شكرا مرة أخرى. Thank you for our guest in Erbil, Aytaç from Turkey. Aytaç is a great kanun player and the lady of violin, Karen from USA. Ashraf Sharif Khan again from Pakistan. Ashraf is my friend and we play together in maybe last 20 years everywhere in the world. For that he's he's still young, but and my new friend Ali from Iran. Ali, he have his group and he is very, very important musician, and we are happy and honored to be all together here. وأود أن أشكر أيضاً كوتاما اللي هو صديقنا، كوتاما من إسبانيا، عازف السكسفون العظيم. واليوم الجهود كانت مبذولة كبيرة من مانويل سييرا from Spain, bass guitar. ولويس روبيسكو فلامينكو guitar from Spain too. Robin Fassi from France. Thank you, Robin. And Robin عامل هذه الآلات الغريبة اللي تشتغل على الماء وتشتغل على الطبيعة وتشتغل على مواد كلها طبيعية، هو مسويها كلها بنفسها هاي الآلة. والشكر مرة أخرى لجهود اللي بذلها الصديق حسين زهاوي على تنظيم ومشاركة. وأيضا كابريتشو الشركة اللي نظمت هذا العرض بالتعاون مع روداو. روداو إلها شركائها في أربيل، والتنظيم أيضا من الشركة اللي هي تمثل كل شغلي اللي هي كابريتشو. شكرا لكل هاي الجهود. نختم بعمل للأخطل الصغير بشارة الخوري، بيتين من الشعر يقول فيهما: شكت فقرها فبكت لؤلؤا، تساقط من جفنها وانتثر، فقلت وعيني على دمعها أفقر وعندك هذه الدرر. هذه البيتين نحولها إلى موسيقى، كل واحد يقرأها بثقافته. شكرا شكرا، تحياتي للجميع والمعذرة من البعيدين هناك لأنه المساحة.
Thank you.